بشكل واضح يمكن من مستهدفات فنية، ما بعرف، احنا ما بتعنينا كثير الارقام الصحيحة لما بنحكي 6500، بس شو بيعني للاي جي اكس 30 نوصل لها المستويات؟ هو انا بصراحه مش يعني بغض النظر عن ما حدث خلال جلسه اليوم، وهو امر كان متوقعا على خلفيه قوتين واضحتين منذ البدايه. اولا اعلان عن قرب الدعوه للاستفتاء على الدستور، هو امر بالتاكيد هيمثل عنصر هام جدا في دفع عجله الاستقرار السياسي، وبيؤكد على ان المسيره الانتقاليه بالنسبه للسلطه بتسير بشكل واضح وبشكل ايجابي جدا. العنصر الاخر هو القرار المفاجئ، وباكد على كلمه المفاجئ، من جانب البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتخفيض الفائده بنحو نصف النقطه المئويه على الودائع اللي هي القراض والايداع لليله واحده، وهو قرار اتصور من وجهه نظري انه كان افضل للمتفائلين لم يكن يتوقعه. كان هناك بعض من الاراء ان التخفيض هيكون في حدود ربع النقطه المئويه، وكان الارجح كان عمليه تثبيت، ولكن ما حدث ان البنك المركزي فاجئ الجميع بقراره بتخفيض اسعار الفائده للمره الثالثه بنحو نصف النقطه المئويه. انت هو برايك استاذ محسن مثل هيك خبر مفاجئ شو ممكن ياثر بالنسبه على السوق؟ هو بالتاكيد عمل التاثير اللي حضرتك شفتيه النهارده 2.4% ارتفاع على مؤشر الاي جي اكس 30، رغم ان كان في المقابل هو المعيار اللي اتمنى ان الجميع يتحدث عنه في هذا التوقيت 360 مليون جنيه فقط هم اجمالي احجام التداولات خلال جلسه اليوم، هي مستويات لا زالت اقل من المتوسط حتى اللي درجت عليه البورصه المصريه. فده معناه ببساطه ان احنا هناك ادفاعات قويه بتحدث داخل السوق، ولكن بدون قوه شرائيه حقيقيه في هذا التوقيت، وهو امر بيثير بعضا من الحظر الاستثماري متعاملينه، بيؤكد ان هناك شهيه شرائيه ضعيفه لذات موجوده. قوه الدفع اللي يمكن البورصه المصريه اجعل من وجهه نظري لانخفاض الشهيه البيعيه للمتعاملين الاجانب اللي تحولوا اليوم ناحيه الشراء، ولكن بنسبه ضعيفه لم تتجاوز صافيها المليون جنيه. مشتريات من جانب مؤسسات مصريه وعربيه في مقابل مبيعات من افراد مصريين بشكل واضح منذ بدايه الجلسه، هو الامر اللي يمكن خلق تباين في معدلات الدفع على مؤشر اي جي اكس 30 اللي ارتفع ب 2.4 واي جي اكس 70 اللي ارتفع بنحو 8 نقطه مئويه فقط. السيولة الضعيفة اللي موجودة حاليا رغم ضعفها، لكن هناك 116 سهم اللي ارتفعت أسعار اغفالها قياسا ب 37 سهما فقط، تراجعت و 22 سهم ثبت أسعار اغفالها. أتصور أن إجمالا حتى الآن هناك شكل من أشكال الانتقائية الشديدة جدا في عمليات التداول، هناك عمليات تجميعية بتتم على عدد من الأسهم القيادية داخل البورصة المصرية كما استعرضت. شفنا التجاري الدولي أيضا، إحنا يبدو أنه في سعي على هالسهم، ما بعرف شو رأيك بوضعه هلا؟ الاسهم القياديه الموجوده حاليا داخل البورصه المصريه اصبحت محدوده بعد خروج عدد من الشركات الكبرى خلال السنه الماضيه، سواء بعمليات استحواذات او بعمليات تخارج من داخل البورصه، فكان من الطبيعي ان يكون عدد الاسهم القياديه الذي لا زالت حتى الان بتحظى باهتمام من جانب مؤسسات الماليه قليل، توزيع السيوله عليها لا زال حتى هذه اللحظه ايضا بيؤكد ان لا يمكن الجزم بان هناك قطاع قائد بعينه او سهما قائدا بعينه، وان كان الابرز حتى هذه اللحظه لا زال هو سهم البنك التجاري الدولي، لكن الامور اللي يجب النظر اليها اجمالا حتى الان هي مساله نقص السيوله اللي واضح داخل السوق، فانا اخشى ما اخشى ان نقص هذه السيوله قد يتسبب في ظهور عمليات جني ارباح على المدى المتوسط او على المدى القصير على اقل التقديرات، خاصه ضغوط تصحيحيه لا زالت واضحه في عدد من الاسهم داخل البورصه المصريه. ان دفعه التفاؤل اللي موجوده حاليا من جانب بنك المركزي يجب ان تدعم بشكل اكثر قوه من جانب وحدات القطاع المصرفي بتخفيضات مماثله على متوسطات اسعار الفائده لدى خلال هذه الفتره، وهو امر اتصور انه لا زال بيصيب عدد من وحدات البنك البنوك المصريه حتى هذه اللحظه بالارتباك، فهناك اتجاه لمحاوله تثبيت اسعار الفائده عند هذه المستويات، خاصه ان المودعين بالفعل تم الضغط عليهم بشكل كافي خلال الفتره الماضيه. البنك المركزي بيهدف من هذا القرار الى امرين، اولا تخفيف الضغوط على حجم السيوله المرتفع داخل او وحدات القطاع المصرفي بغرض توجيهها الى الاستثمارات داخل السوق وانعاش حركه الدولات كجزء من خطه الدوله لانعاش حركه الاقتصاد. اما العنصر الاخر فهو تخفيض التكلفه بالنسبه للاقتراض بالنسبه للوحدات المحليه ومن جانب الدوله خلال هذه الفترة. نعم، برجع خلينا لبعض من تحركات السوق، اسمح لي أستاذ محسن، وعندنا قطاع الاتصالات يبدو أنه كان في توضيح من قبل جهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري بأنه ما حدد فترة زمنية رح يمنحها لشركة المصري للاتصالات حتى تأخذ تراخيص محمول بدون يعني ترددات للتخارج من شركة فودافون مصر. طب ليه ما تم تحديد فترة زمنية؟ يعني احنا المفروض هم أعلنوا أنه ما حددوش، ليه ما يتم تحديد فترة زمنية وتكون السوق عارفة أنه متى حيكون متاح لهذه الشركة أنها تدخل في نطاق المحمول؟
انا من وجهه نظري الشخصيه ان هذا الامر هو جزء من كل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزاره الاتصالات لا زالت حتى الان في طرق اعداده منذ فتره، وهو مساله رخصه الاتصالات المتكامله خلال الفتره الحاليه. هذه الرخصه سوف تشمل عدد اخر من التراخيص لمن سوف تمنح اليه خلال هذه الفتره، ولكن الجميع كان يتحدث عن مساله المصريه للاتصالات على اساس انها الوحيد المشغل للهواتف الثابته وللدوائر الاتصالات الدوليه داخل مصر. فهو امر بالتاكيد خلال هذه الفتره يجب اولا ان توضع كراس الشروط ويتم توضيح الإجراءات والآليات التي سوف يتم من خلالها تطبيق هذه الرخصة والتكلفة المتعلقة بها، ثم طرحها بعد ذلك على من يرغب في الحصول عليها إذا كانت مصيرة صلاة أو ما هو غير ذلك. كلها أمور لا زالت من وجهة نظري في إطار فني ومالي يجري إعداده حتى هذه اللحظة. نعم. كان هناك تصريحات كثيرة من مسؤولي وزارة الصلاة أن قبل نهاية العام أو ما بطلع العام الجديد أو خلال الربع الأول من العام الجديد سوف يتم حسم هذا الأمر. عندما يتم حسم هذه الأمور الفنية والمالية وتأسية هذه العملية على جهة ما، سوف يتم بعد ذلك تحديد الإجراءات سواء باحتفاظها بحصة في شبكة محمود أخرى أو سواء بنقلها إلى شركة تابعة أو سواء التخرج منها أو سواء أي أمور أخرى. هي بدائل لذات كلها لذات قيد البحث حتى هذه اللحظة. من المبكر جدا الحديث عن اتجاهات معينة لبيع حصص أو للتخارج أو لقيمة التراخيص أو لأسلوب منح هذه الرخصة أو ما غير ذلك. أتصور أنه لازال من المبكر كثيرا، ولكن حتى الآن الأمور لم تتضح بشكل كامل في كراسة الشروط الفنية أو حتى بالنسبة لكراسة العرض المالي الذي سوف يتم طرحه خلال الفترة القادمة. اسمح لي أستاذ محسن أمر معك أيضا على مجموعة من الأخبار، حيث قال رئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر حاتم دويدار إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية في مصر خلال العامين المقبلين تصل إلى 3.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الشركة. في السنتين الجايين أعلننا مؤخرا إن احنا هنزود الاستثمارات بتاعتنا. احنا شايفين ان في امكانيات كبيره جدا في السوق في الفتره اللي جايه، ومع نمو خدمات المعلومات هنستثمر في الشبكه في السنتين الجايين اكتر بكتير جدا من اللي كنا بنستثمره في السنوات العاديه. يعني يمكن حددنا رقم حوالي 3.5 مليار جنيه استثمارات اضافيه في خلال العامين الماليين القادمين لتطوير الشبكه وتحديثها انها تبقى جاهزة للجيل الرابع وتقدم خدمات طبعا الصوت برضو بس خدمات المعلومات بأعلى المعدلات العالمية. كيف ستتعاملون مع رخصة المشغل المتكامل خاصة بعد حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة وهي بالفعل تمتلك حصة في شركة فودافون؟ هو مش حصول المصرية للاتصالات على رخصة مشغل متكامل، هي حصول جميع الشركات على رخصة مشغل متكامل. يعني هو الإطار اللي جهاز تنظيم الاتصالات بيشتغل فيه دلوقتي هو حصول جميع الشركات على رخصة مشغل متكامل، وبالتالي المصرية للاتصالات هتحصل على رخصة اتصالات محمول، انما احنا هنحصل على ترخيص بتقديم خدمات ارضية متكاملة احنا كمان ان احنا نحط بنية تحتية، فاحنا ان احنا يبقى عندنا بوابة دولية. فاحنا بنتكلم على اطار ان كل الشركات كل المشغلين اللي في السوق الاربع مشغلين يبقوا كلهم معاهم رخصة متكاملة. ففي الاطار اللي هو الجهاز بيتكلم عليه ده طبعا اطار متوازن، وزي ما سيادة معالي الوزير قال هم ينظروا لها بتأكيد العدالة لجميع الشركات. فاحنا يعني طبعا ما شفناش لسه الشروط النهائية، انما احنا نأمل انها تكون متوازنة وعادلة. أعود من جديد إلى ضيف السيد محسن عادل، برجع هالمرة لتحليلك لقرارات المركز المصري ومدى إيجابيتها على السوق في الفترة القادمة، على الأقل خلينا نحكي لهالأسبوع، هل أنت متفائل أنه ممكن هذا يحرك قرار تخفيض سعر الفائدة يحرك مدخرات العائلية شوية ونشوف التحرك في سوق الأسهم؟ لأن أنت بتحكي لي أن السيولة أنت مش شايفها كتير قوية، المفروض أن السوق المصري يكون القيمة التداول عنده اليومي أفضل من هيك. هو النقطة الأساسية في هذا القرار أنه كان يستهدف تشجيع الاستثمار عموما على مستوى الدولة وليس سوق المال وحده. هو بالتأكيد بينظر إلى مسألة زيادة معدلات النمو الاقتصادي المتوجهة داخل مصر خلال التوقيت الحالي، مسألة أن يكون هناك توفير لتمويل رخيص بالنسبة للجهات التي ترغب في الحصول على هذا التمويل وهو هدف أساسي خلال هذه الفترة، مسألة إعادة توظيف السيولة الموجودة لدى البنوك وعدم إعادة ضخها في أذون أو سندات خزانة. اتجاه البنك المركزي اتجاها واضحا هو اتجاه محمود تماما، واتجاه أتصور من وجهة نظر الشخصية أنه كان اتجاه إيجابي في هذا التوقيت وسوف يحظى بتأييد كبير. ولكن النقطة التي يجب أن تكون جديرة بالمتابعة خلال هذه الفترة هو اتجاهات الوحدات المصرفية إجمالا، إذا ما كان سوف تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع الجديدة أو الناس سوف تقوم بإعادة هيكلة هذه الأمور أو الناس سوف تثبت هذا الأمر. أتصور أن حتى الآن وفقا لاستطلاعات كثيرة
النبيع في ختام نهايه الاسبوع مع عدد من مسؤولي القطاع المصرفي، لا يوجد حتى الان قرار موحد بالنسبه لي كل الوحدات المصرفيه، ولكن هناك اتجاه من عدد من هذه الوحدات الى تخفيض اسعار الفائده المستقبليه على الودائع خلال الفتره القادمه وعلى القروض. الامور حتى الان بتسير من وجهه نظري في ان البنك المركزي بيدعم من خلال السياسه النقديه عمليات التشجيع بالنسبه لي عمليات النمو الاستثماري داخل الدوله في اطار سياسه التحفيز الاقتصادي اللي مصر اعلنت عنها، واللي اعلن امس وزير التخطيط ان احنا قمنا بالفعل بسداد حوالي 7 مليار دولار خلال الاشهر الماضيه في قطاع عمليات التحفيز الاقتصادي، وان الشريحه الثانيه اللي هتبلغ قيمتها حوالي 25 مليار جنيه مصري سوف يعلن عن مشروعاتها في مطلع يناير القادم. امور من وجهه نظري كلها بتصب في هدف واحد، تخفيض تكلفه الدين المحلي الاجمالي للدوله، بالاضافه الى انعاش الاقتصاد المصري وزياده توظيف السيوله في معاملات الاستثمار، وهي امور كلها من وجهه نظر الشخصيه بالتاكيد سوف تنعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفتره القادمه. اشكرك دائما من اي مكان عم تطلع فيه معنا، من القاهره او من الرياض، الاستاذ محسن عادل، عضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار.